تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش المستلزمات الطبية والأدوية بكل أنواعها، وتمكنت الوزارة من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار، وتنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة جمركيا ومحظور تداولها بالأسواق ومستلزمات طبية مغشوشة ومقلدة. في إطار ما تبذله وزارة الداخلية من جهود لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجاري بخاصة غش الأدوية والمستلزمات الطبية، فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية في ضبط المسؤول عن مصنع لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية بالشرقية لاستخدامه مواد مجهولة المصدر في الإنتاج، ووضع علامات تجارية مقلدة على المنتج النهائي. وتم ضبط ما يقارب 2 مليون عبوة قرص ومكملات غذائية مغشوشة ومقلدة، وأربعة أطنان مواد خام مجهولة المصدر، إضافة إلى أكثر من 37,000 عبوة فارغة عليها علامات تجارية مقلدة. كما نجحت الإدارة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة في ضبط أكثر من 86,000 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مسؤول عن شركة بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية، وضبط 15,000 قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة، إضافة إلى أكثر من 5,000 جهاز وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصرح بتداولها في الأسواق، بحوزة المسؤول عن صيدلية بالجيزة. بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تمكنت الإدارة من ضبط ما يقارب 17,000 جهاز وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. مديرية أمن الدقهلية وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط مالك مصنع بدون ترخيص للمستلزمات الطبية، وبحوزته ما يقارب 60,000 قطعة مستلزمات طبية جميعها مجهولة المصدر. الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القليوبية والمنوفية، تمكنت من ضبط 5 مصانع ومخزن و3 شركات بدون ترخيص، بداخلهم 116,000 كمامة طبية منتج نهائي وتحت التجهيز، إضافة إلى 500 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر.